السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا أنا كنت نزلت شرح عن تطبيق فولوكو، إزاي تسجل بيه قرآن كريم أو أناشيد وكده. طلب مني إن أنا أنزل شرح تاني بارت 2، فإن شاء الله هيكون الشرح ده. بس طبعا اللي حمل تطبيق فولوكو من على متجر بلاي أو أبل ستور، طبعا التطبيق بيتحدث كل فترة، فأنا لا أنا شغال على الإصدار القديم، اللي هو يعني بالنسبة لي أو من وجهة نظري أنا إن دي أفضل نسخة، يعني قدرت أسجل بيها وتطلع كواليتي، جودة الصوت كويسة وكده. فنعرف الإصدار بتاعي وأقول لكم إزاي تحملوا النسخة دي من جوجل كروم على طول. هنبدأ بالشرح على طول. تطبيق فلوك أهو، ده التطبيق، فهنعرف الإصدار بتاع التطبيق. إصدار التطبيق 5.4.2. تمام، هنطلع نخش على جوجل كروم عادي ونكتب تطبيق فولوكو إصدار، نكتب 5.4.2. هيظهر لك عمليات بحث كتيرة، تخش تحمل النسخة. خش هنا، بعد ما دخلنا هنا هننزل تحت شوية، هتلاقي تحميل APK. هي الكلمة بالأخضر دي، هتضغط عليها. مجرد ما تضغط عليها اهو، هل تريد تنزيل الملف؟ انا عندي الابليكيشن عندي على التليفون، فمش هنزله تاني، فانت هتدوس تنزيل الملف. تمام، بعد ما هتنزله هيتحمل معاك الملف. هتلاقي الملف فين، فتخش على مدير الملفات والتطبيقات على طول. انا عندي تطبيق تحت اهو، اخر واحد اهو، فهتثبت التطبيق ونخش على الشرح على طول. هتثبت التطبيق، افتح التطبيق عادي. تطبيق بس عشان أول مرة. هل تريد السماح لتطبيق فلوكو بتسجيل الصوت؟ سماح. طبعا الصوت هيفصل وهبدأ أسجل على المونتاج على طول، عشان ده تطبيق تسجيل صوت برضو. تمام، دلوقتي بعد ما فتح معانا التطبيق هيفتح معاك بالواجهة دي لأول مرة. طبعا هتضغط على علامة الزائد اللي تحت خالص دي، اللي هي باللون الأحمر والأزرق دي، العلامة اللي تحت تضغط عليها، هتفتح معاك كده. تفضل تدوس على التالي اللي هي الأحمر تحت لحد ما يفتح معاك كده بالإيه، بالواجهة دي. تقفل مراقبة الصوت اللي فوق دي عشان تقفل كل حاجة، ونبدأ نشرح من أول وجديد بقى. عندك مراقبة الصوت اللي هي فوق على الشمال دي، اللي هي فوق خالص دي، بتستخدم لو أنت مش مركب سماعة أذن وكده بتسمع صوتك لايف، اللي أنا فتحتها دي. فانت اصلا التطبيق لازم تستخدمه، بتبقى مركب سماعة حتى لو هتسجل صوت. تمام، دي اهم حاجة. تمام، بس هي يعني ايه، ما يصحش حد يستخدمها وكده، لان هي مش كويسة برضو. انت اهم حاجة تسجل تبقى سامع صوتك. فعندك فوق صوت وفيديو، تقدر تسجل صوت وفيديو. فالفيديو الكواليتي بتاعته مش كويسة، الجودة بتاعته مش احسن حاجة، فما تسجلش فيديو، خليك في الصوت افضل حاجة تقدر تستخدمه بعد كده. طبعا الايقونات اللي على الشمال دي كلها، او الايقونة المفتاح دي، تقدر تسيبها زي ما هي، يعني ما تعدلش فيها حاجة، هي طبيعي كده بتبقى كويسة. تمام، تاني حاجة التأثيرات او التأثير، هتبقى جاي لك تجيب على الحدة من الضوضاء. الحدة من الضوضاء اهم حاجة. مزج، ممكن تخفض دي للنص، كويس جدا، لحد النص كويسة، وتعلي مستوى الصوت للآخر، ودعم مستوى صوت الأغنية للآخر. تمام، وبعد كده اخر حاجة التردد بقى،
التردد ده هو اللي عليه كل حاجة. أداة الضغط أول واحدة هتجيب مغلف لطيف كويسة أو ضغط مواد، الاتنين كويسين تمام. تاني حاجة المعادل هتجيبها إيقاف الصفير، يعني ده أداة الضغط المعادل، هتجيب إيقاف الصفير كده كويسة، إيقاف الصفير. وبعد كده التردد هتجيبها اللي هي عندك كدائرية دي، دي اللي بتعمل التردد الصوت، بيبقى كويس معاك كويس جدا تمام. وهتبدأ بقى تسجل الصوت، تضغط على العلامة الحمراء اللي تحت دي وهتبدأ تسجل. أنا طبعا هجرب معاكم دلوقتي وهسجل آية قرآنية تمام بصوتي، ونسمعها في الآخر مع بعض برضه كده. أنا بسجل دلوقتي، بسجل آية قرآنية، هخلص ونكمل تاني. طبعا بعد ما تخلص التسجيل تضغط على العلامة الحمراء اللي تحت. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. طبعا زي ما انتم شفتوا كده التسجيل اشتغل تلقائي لوحده بعد ما هتوقف تسجيلك للآية على طول او القراءة اللي انت بتقرأها، وبرضو بتسمعه. وعندك بقى الاعدادات بتاعت، ممكن تقص برضو من هنا الحتة مثلا الاخيرة انت مش عايزها، عايز تشيل حتة من الاول تمام طبيعي. طبعا احنا مش هنقص حاجة، هنسيب الفيديو زي ما هو، مش هنقص حاجة. عندك برضو ان انت تقدر تعدل على الصوت بتاعك، عايز تغير حتة في التردد بسيطة، عايز تعدل عليها اي حاجة تقدر تعدلها برضو قبل ما تحفظ الفيديو بتاعك تمام. الصوت توطي شوية، عايز توطي الصوت، عايز تعلي الصوت، طبيعي برضو من هنا. بعد كده هتدوس على ايه، التالي اللي هي بالاحمر اللي تحت على اليمين دي تحت، هتضغط على التالي دي، هيقولك يرجى الانتظار، هيبدأ يحمل معاك. برضو بعد ما يتحمل هيشتغل معاك تلقائيا تاني تمام قبل ما تحفظ الفيديو. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. ودلوقتي تقدر تحفظ الفيديو بعد ما سمعته مرة تانية، الصوت بتاعك تقدر تحفظ التسجيل بتاعك من طريقة حفظ اللي تحت على اليمين تحت دي، هيقول لك تم حفظ المسار على طول. هتلاقي فين الصوت بتاعك، هتطلع خالص وتخش على مدير الملفات مرة تانية تمام، وهتخش على كل الملفات، وحدة التخزين الداخلية هتلاقيها على ميوزك تمام. ميوزك اهي، هتلاقي تسجيلك موجود هنا في قلب التسجيلات دي، بيبقى باسم شبه الأسماء دي، بيكون في حرف السي وكده تمام. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتدعمنا باشتراك للقناة، واترك لينا تعليق جميل.